يما قاطع البحور بلادي ما عطتني والو، غادي نهجر بلادي نجيب فيزا وباسبور ولا نبقى سولو روتور. يما ما تبكيش عصام رايح ما يوليش، نهار خرج درت التكوين ما ورونا غير الويل، اخدم البلد ولا خليها الشباب كرهتي فيها، رضعنا الحشيش وطفوطينا تسبيطر ما لقينا فيها تمام عمر السفينة، كل شي ديرينو في الليلة قورية اللي نديها وبلادي ونزط معليها. بارك الله فيك. توفيق الصغير فنان مغربي. انا احسن من الفنان اللي معروفين. توفيق الاسم الشخصي ديالي والصغير الشهرة. صغير يعني هذا الاسم ماشي ديال كي خاص شي واحد، يعني صغير كفني، اسم صغير كشخص فني، مجال فني. شنو هما الاعمال الفنيه اللي قدمت؟ اعمال اللي قدمت فنيه، قدمت بزاف ديال الاغاني واللي باقي ماجي في الطريق ان شاء الله اكثر من هذا الشيء اللي قدمت دابا. يما قاطع البحور يما قاطع البحور بلادي ما عطتني والو، غادي نهجر بلادي نجيب فيزا وباسبور ولا نبقى سولو روتور. الأغنية كتهضر على الشباب اللي ضايعين في المغرب واللي ما لاقينش الخدمة واللي ضايعين من لا خدمة لا والو، محقورين يعني بزاف الشباب كيبغيو يهاجروا، يعني هذه الأغنية كتهضر على الهجرة. لا في المغرب ما خديتش حقي، حيت ما لقيتش اللي يعاونني. محتاج المعاونة في مجال الغناء. كتشوف انه الفنان اللي في المغرب واصلين واخدين حقهم؟ واخدين حقهم في مجال الفلوس، اللي عنده الفلوس طالع، اللي ما عنده شي ما واخدش حقه. شنو بان لك الناس اللي مشهورين في مجال الغناء؟ ما بان لي حتى شي واحد، ما بان لي حتى شي واحد. علاش؟ حيت هذوك الناس، حيت هذوك الناس كل واحد والمجال ديالو، كل واحد والستيل ديالو، كل واحد كيفاش كي. كتشوف ان الفنانين في المغرب او المشهورين في المغرب المؤثرين واصلين، واش لانهم يقدموا محتوى زوين ولا لانهم الناس كيبغيوهم؟ الناس اللي كيبغيو، الجمهور اللي كيبغيك. طندوس المغرب هو التفاهة، اللي متبعين التفاهة. ويا مستار ملولي نزار وبزاف ديال، بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، بلا ما ندير لهم الاشهار حيت ما كيشرفنيش. تفاهة، انا داخل طواليط، انا خارج من الحمام، شوفونا انا كنطي طالع في الدروج، كلشي كيطلع في الدروج يهبط في الدروج. كتشوف ان هادو ما كيستحقوش الشهرة؟ ما كيستحقوش، حيت لا مستوى لا تقديم لا حتى شي حاجة، حتى علاقة. بزاف الناس، بزاف الجمهور كيتبعو، ولكن مع ولكن حتى شي علاقة ما عنده بالفن. كتشوف راسك احسن منهم؟ احسن منهم، احسن منهم، حيت انا كنقدم واحد الحاجة زوينة، احسن منهم بألف درجة. كنتحداه، كنتحدى كاع هادو اللي هضرت عليهم، كنتحداه باش مثلا اللي كيقدموا تفاهه. باش كتحدى؟ احسن منهم، احسن منهم، عندي الصوت زوين،
عندي اغاني زوينين، عندي البومات جدادين. انا كنتحدد ويام ستار اللي غنت على داك حكيمي. حكيمي انا كنتحدد تجي تغني ليا مباشره بلا اوتوتين، بلا ما يعدلوا لي الريفير، بلا حتى شي حاجه، تجي لعندي انا نعلمها كيفاش تغني. وكنتحدى حتى عادل الميلودي، حتى هو كنتحدى انا. عندي الصوت عليه. كتشوف انه ما عندهمش صوت؟ ما عندهمش. اوتوتين كيلعب عليه. بزاف المغنيين كيلعبوا على الاوتوتين، وكنتحدى اي مغني يدخل عندي ويغني بلا اوتوتين. هذاك هو المغني الحقيقي اللي نعترف به، بلا ماكينة الاوتوتين. رسالة للشباب اللي عندهم احلام وربما ما قادرينش يوصلوا في المجال الفني في المغرب، شنو تقدر تقول لهم؟ نقدر نقول لهم يعني عندك واحد الموهبة تقدر تمشي فيها، ولكن ما تشوفش موراه، ما تشوفش الجمهور اللي غينتقدك، ديما شوف القدة، حتى هذاك اللي غينتقدوك هما اللي غادي يتبعوك. ملي غادي تنجح هما اللي غادي تلقاهم يتبعوك، حيت بزاف الناس غينتقدوك من بعد ملي غادي تنجح غيرجعوا هما يتبعوك. تبارك الله عليك. انت في مجال فني، واش كتاكل من الفن؟ انا كنخسر من عندي، ما كناكلش من الفن، انا كنخسر من جيبي. خدام في خياطه، خياط بعرق سافي، وكنخسر على راسي. ما كنتسناش الفن يعطيني، انا كنعطي الفن. واش داخل الفن على قبل الفلوس ولا على قبل الشهرة؟ ما داخلش على قبل الفلوس، انا عندي الفن، الحب ديالي للفن. اما انا ما عنديش الفن كمهنة، عندي كموهبة، انا عندي مهنة ديالي وعندي الخدمة ديالي. انا داخل له كموهبة كنحبها. ما فيش. علاش؟ في تفاهة وانتقادات واللي فيه. ما فيش الفلوس. فيه الفضايح. فضايح أكثر من الفلوس ديالو. أنت ما كتشوفش راسك أنه داخل الفن وما تربح والو؟ أنا ما كيهمنيش الربح. أنا كيهمني نوصل داك الشيء اللي بغيت. باغي نوصل للقمة، داكشي اللي كنتمناه هي انا في الطموح ديالي نوصل له. باغي نولي مشهور، وعندي الرغبة نولي مشهور. شنو الهدف ديالك من دخول الفن؟ شنو هي الرسالة اللي باغي توصل للمجتمع؟ ونقدم شي مستوى زوين ويكون راضي عليا الجمهور. تبارك الله. ونشرف المغرب. تبارك الله. بارك الله فيك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.